بيّنت لجنة الأعمار النيابية أثناء زيارتها إلى محافظة البصرة للاطلاع على الواقع الخدمي فيها أن الخدمات ليست بمستوى الطموح رغم أنها تنتج مئات الآلاف من براميل النفط. جئنا اليوم مع كثير من القضايا المتعلقة بالبيانات والأوراق من وزارة التخطيط لكي نتفق مع الأخوة على أن نرى ما هي المشاريع المنجزة وما هي المشاريع المتلكئة وما هي الحاجات التي يعتقد بها الأخوة السادة أعضاء مجلس المحافظة بأنها تحتاج أن تدعم. يعني ما يتعلق بالواقع الخدمي بطبيعة الحال ليس بمستوى الطموح. يعني كمحافظة البصرة المحافظة الاقتصادية التي تنتج مئات الآلاف من النفط والتي تستحق فعلا أن يكون لها اعتبار يوازي هذا العطاء الذي تقدمه إلى العراق بصورة عامة، ولذلك نرى بأن يجب أنه لا يدخر جهد موضوع الطرق، موضوع البنى التحتية، مسألة معالجة النفايات، مسألة معالجة كل هاي الأمور تحتاج فعلا إلى جهد استثنائي، ولكن هناك إنجاز، هناك عمل، هناك عمل جيد. طلبنا من عدم تسهيل الأمور وأيضا مراقبة المشاريع الوزارية. مشروع الزبير صار له أكثر من 9 سنوات، مشاريع المنافذ الحدودية اللي هي على الحكومة الاتحادية، المنافذ صفان والشلامشة صار لها مدة طويلة، وأيضا من 2009 وضعت تصاميمها صار 10 سنوات. بعض مشروع الآخر اللي هو البصرة مقصر أو خور الزبير مقصر، هذا المشروع مشروع الموت لحد الآن ما مكتمل.